فينا من المغرب. مهندس أحمد كريم سلمان من العراق. كنت محتاجة فعلا مساعدة ومساعدة. أن أقدم جزيل الشكر للقناة. شكرا من كل قلبي لقناة منحمة كل الألوان. امتناني لمصداقيتها. كرمال هيك أنا بحب أشكر أصحاب القناة، بحب أقول لهم شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة كويسة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن فرصة ممتازة جدا، بس قبل ما أتكلم عن الفرصة دي حاب أوضح لدي قناتنا، قناة منح من كل الألوان، عليها فرص ومنح كتيرة جدا، وأيضا ده الويب سايت الخاص بنا عليه فرص كتيرة جدا. ياريت برضو تتصفحوا القناة والويب سايت عشان تتعرفوا على أحدث المنح الدراسية. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن فرصة النهاردة. فرصة النهاردة هي عبارة عن فرصة حضور مؤتمر ممول بالكامل في ألمانيا، والمؤتمر ده متاح للجميع. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. بالنسبة للدولة اللي هيكون فيها المؤتمر ده هي دولة ألمانيا، وهيكون في مدينة ميونخ، تمام، وطبعا من أعظم المدن الألمانية. بالنسبة للجهة المانحة، الجهة اللي عاملة المنحة دي، هي اسمها One Young World Summit، تمام، وطبعا المؤسسة دي معروفة، هي مؤسسة بتعرض مؤتمرات كتير جدا، سواء لدول، لكل دول العالم، سواء لدول أوروبية آسيوية عربية، يعني زي تنمية مهارات كده للشباب والطلاب، تمام. واسم المنحة Solidarity Scholarship، تمام، ده اسم المنحة خصيصا، وده اسم الجهة المانحة، تمام. طيب بالنسبة للمرحلة الدراسية، المنحة دي أو الفرصة المؤتمر دي متاحة لجميع المراحل الدراسية من طلاب وخريجين ودبلومات، يعني سواء انت طالب سواء انت خريج، يعني بكالوريوس ماجستير دكتوراه دبلوم، بتقدر تقدم على الفرصة دي بكل سهولة، مش مركزة على مرحلة دراسية معينة، تمام. طيب مدة البرنامج ده قد ايه؟ البرنامج ده بيكون مدته اسبوع تقريبا، تمام، بيبدأ من 22 حتى 25، يعني هنا تقريبا 4 ايام، مع بقى تحضيراتك انت للسفر والطيران والكلام ده كله، بياخد تقريبا كله اسبوع، تمام. طيب ده بالنسبة لموعد بدء المؤتمر ونهايته، وتقريبا هو اسبوع. اهداف المؤتمر ده، المؤتمر ده هيتكلم عن ايه؟ بيقول لك يركز هذا المؤتمر على الابتكار والتخفيف من اثار تغير المناخ، هيتكلم على اثار تغير المناخ في العالم، وكمان هيتكلم على معالجة التحديات الصحية والجسدية، تمام، والسعي لزيادة الادماج الاجتماعي والمالي لتغيير حياة الاشخاص لحياة افضل. يعني هيتكلم عن مواضيع كتيرة جدا، من حيث الامراض الموجودة حاليا والتحديات الصحية والجسدية، من حيث تغير المناخ، من حيث الادماج الاجتماعي والمالي، يعني هيعطي افكار جديدة للشباب عشان تنمي عقولهم، تمام. طيب بالنسبة للتمويل المتاح في الفرصة دي، اول حاجة عندك الفرصة دي يعني هنتكلم عليها بشكل عام، انها ممولة بالكامل، كل التفاصيل يعني كل الاشياء هتكون على حساب الجهة المنحة. عندك الاقامة الفندقية خلال المؤتمر هتكون على حساب المنحة، تمام. عندك كمان تذاكر الطيران للسفر من والى المانيا هتكون على حساب المنحة، مش هتدفع اي تكاليف خالص للسفر. كمان هتم تقديم 3 وجبات في الفندق، الافطار والغداء والعشاء على حساب المنحة، وكمان التنقل الداخلي بين الفندق ومكان انعقاد المؤتمر على حساب المنحة ايضا. كمان هيتم توفير خطاب قبول يساعد على السفر بسهولة الى المانيا، هيبعتوا لك زي انفيتيشن ليتر كده عشان تحضر المؤتمر بكل سهولة بدون الحاجة الى حساب بنكي او تعقيدات. كمان هيكون ليك فرصة لمشاركة مبادرتك داخل المنظمة، يعني كمان لو انت عندك افكار حابب تشاركها في خلال المؤتمر ده، ممكن تقدر يعني تخبرهم بيها، وده هيساعد اكتر ويفتح مجال للنقاش اكتر، تمام. طيب كمان هيكون في برنامج ارشادي مع موظفين المؤتمر، هيكون موظفين المؤتمر موجودين، هيرشدوك في كل التفاصيل وهيكونوا معاك خطوة خطوة. كمان هيكون في حضور غداء جماعي ما قبل المؤتمر، في كده الوفد المنحة كله هيحضر غداء جماعي، تمام. طيب ده بالنسبة للتمويل. كمان هنا عندنا جروباتنا على الواتساب وجروبنا على التليجرام، ياريت تنضموا عليهم عشان توصلكم احدث المنح الدراسية فور نزولها. طيب بالنسبة للدول المتاحة للتقديم، جميع الدول المتاحة للتقديم سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية، بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة. عندنا هنا كمان بعض الملاحظات، ان سنك في المنحة دي يجب ان يكون بين 18 حتى 30 سنة، يعني لازم سنك ما يتعداش 30 سنة ولا يكون اقل من 18 سنة. بس يعني لو هو سنك مثلا سبيل المثال 31 32، ما اعتقدش ممكن يعمل مشكلة قوي، يعني ممكن تقدم عادي. بس ان هو مثلا واحد سنه 35 40، او واحد سنه مثلا 15 سنة 16، يعني ما بيكونش ليهم الاولوية، تمام. طيب كمان الفرصة دي لا تحتاج اي شهادة لغة للتقديم فيها، مش محتاجين منك شهادة لغة انجليزية او المانية، تمام.
كمان متاح لجميع المراحل الدراسية زي ما احنا قلنا، من طلاب وخريجين ودبلومات ومن مختلف التخصصات كمان. بالنسبة للأوراق المطلوبة، المنحة دي مش طالبة منك بقى أي أوراق، الفكرة كلها إن أنت عندك أبليكيشن هتملأه أونلاين بشكل ممتاز، وكمان عندك مجموعة مقالات هتكتبها بشكل احترافي، تمام؟ طيب، وكيفية التقديم زي ما احنا قلنا في أبليكيشن أونلاين بيتم ملؤه. بالنسبة لآخر معاد للتقديم في المنحة دي هو 17 يونيو 2021، ده آخر معاد عشان تقدم لحضور هذا المؤتمر. طيب، هنا عندنا أيضا بعض الملاحظات. ما تنسوش إن قناتنا قناة منح من كل الألوان، بتوفر خدمات إضافية زي اللي احنا بنوفر منح دراسية مضمونة القبول 100% في الصين، وكمان خدمة التقديم بشكل احترافي لأي فرصة منحة انت عايزة، يعني لو عايز تقدم خلينا على المنحة دي متاح، بالإضافة كمان خدمة تجهيز الأوراق وخدمة التقديم على الكورسات. ولو عايز أي خدمة من الخدمات دي بتلاقي رابط استمارات خدماتنا في صندوق الوصف أسفل الفيديو، وكمان رابط خدماتنا هنا بتتصفحه وبتختار الخدمة اللي انت عايزها، واحنا بنتواصل معاك وبنرتب معاك كل شيء. طيب، خلينا دلوقتي نروح بقى نشوف الاعلان الرسمي للمنحه. تيجي تضغط على كلمه الاعلان الرسمي دي عشان يفتح معاك كل التفاصيل الخاصه بالمنحه وكل التفاصيل اللي انا قلتها هتلاقوها في الموقع الرسمي باللغه الانجليزيه، تمام كده. طيب، هنا ده الموقع الرسمي للمنحه، تمام. اسم المنحه هنا اهو هتلاقيه، وكمان هتلاقي هنا بقى التفاصيل المنحه دي بتوفر ايه، تمام. كل التفاصيل هنا، وانها بتبدا من 22 حتى 25 يوليو. مين اللي ممكن يقدم، السن المتاح زي ما احنا قلنا من 18 ل 30، كل التفاصيل هتلاقيها هنا، واخر ميعاد 17 يونيو 2021 زي ما وضحنا. خلينا دلوقتي بقى نروح نشوف كيفيه التقديم في المنحه دي. نرجع تاني هنا ونضغط على كلمه قدم الان عشان يفتح معانا ابلكيشن التقديم، تمام. طيب، هنا ده الابلكيشن فتح معانا اهو. بدايه الابلكيشن هنا بيقول لك بيرسونال انفورميشن، معلومات عنك، تحط اسمك بقى، اسم العائله، تحط الدوله اللي انت مقيم فيها حاليا، دولتك اللي انت قاعد فيها، تمام. تختار مثلا على سبيل المثال الجزائر، الجزائر، تحط الايميل بتاعك، تحط رقم الهاتف بتاعك، تحط العنوان اللي انت قاعد فيه حاليا والمدينه، تمام. تختار انك خارج الولايات المتحده يعني، تحط بقى البوستال كود، تختار الجندر بتاعك، تاريخ ميلادك، وبتختار جنسيتك، تمام. بيقول لك ليه يعني، بيقول لك هنا ان انت المفروض تبقى معاك جنسيه احد الدول المتاحه للتقديم وهكذا. طيب، وبيقول لك يعني ليه انت مؤهل للتقديم للمنحه دي، تمام. فبتختار احد الاشياء اللي موجوده هنا، وبتختار بقى ابلكيشن كويتشنز اللي هو الاورجانيزيشن. لو انت طالب حاليا بتختار الجامعه اللي انت، او بتكتب اسم الجامعه اللي انت بتدرس فيها. لو انت متخرج وبتشتغل مثلا بتحط هنا اسم المكان اللي انت بتشتغل فيه، تمام. والبوزيشن بتاعك ايه، سواء طالب او سواء موظف بتحطه هنا. بقى بيبدا عندك الاسئله المقاليه، بيقول لك اعطي نبذه عنك، تمام، ويعني عن ال يعني عن حياتك الحالية وبتعمل ايه فيها. وبتبدأ هنا برضو المقالات، تمام. هنا مجموعة مقالات بيقول لك اوصف مثلا مشاكل واجهتك، فكل مقالة من دول هتلاقيها بتتكلم عن حاجة معينة لازم انت تملأها بشكل احترافي، والحد الاقصى للكلام هو 200 كلمة فقط، تمام. وهنا بيقول لك ليه انت عايز تنضم للمؤتمر ده، او ايه المواضيع اللي هتكون مناسبة ليك ان انت عايز المؤتمر يناقشها. فبتشوف احد المواضيع، مثلا انت عايز تتكلم عن المناخ، كلايمت اكشن مثلا، بتشوف بقى ريديوس انكويليشن، تمام، اندستري انوفيشن اند انفراستراكشر، بتشوف طبعا الموضوع اللي انت مهتم بيه وبتختار، تمام. ممكن تختار كذا موضوع مش موضوع واحد، يعني ماكسيموم 3 مواضيع. وهنا زي ما هنشوف هنا ده السؤال بيقول لك حط اللينك، لو انت عندك سوشيال ميديا، عندك فيسبوك، عندك انستجرام، تحط اللينك مثلا بتاع السوشيال ميديا بتاعتك، تمام، او بتحط اللينك بتاع الاورجانيزيشن اللي انت منضم ليها، اسم الجامعه والمؤسسه اللي انت مثلا بتعمل او بتدرس فيها، تمام كده. ودي اديشنال انفورميشن، بيقول لك لو المنحه حابه تتواصل معاك تتواصل معاك فين، وبتعمل علامه صح على هنا وهنا، تمام، وبتضغط على كلمه ريجستر. بعد ما بتضغط على كلمه ريجستر يبقى انت كده قدمت بنجاح للمنحه وكل الامور بتاعتك تمام، وبيوصلك اعتقد رساله على الايميل. الرساله دي بتوضح ان انت مليت للمنحه بنجاح. يبقى احنا كده شرحنا كل تفاصيل الفرصه، فرصه ممتازه جدا. ما تنسوش اخر ميعاد للتقديم 17 يونيو 2021، كمان ما تنسوش الشروط بتاعتها، وما تنسوش كمان ان احنا بنوفر خدمات اضافيه للتقديم، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم في الفرصه دي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.